السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ شوف اليوم عندي اختبار للوح التحكم. طبعا لوحة لمضختين، مضختين مياه بيشتغلوا بالتبادل. انا عندي هون الاوفرلود الالكتروني، مثل ما شايفين انا رح شغل هاد الهيتر، رح شغله من مكان المضخة الاولى. مثل ما شايفين عم يسحب 4 امبير على الفاز الثاني والثالث، لان انا هون موصل على الفاز الثاني والثالث. هلا راح جرب اعمل اوفرلود، راح اضبط هاي الامبير، راح نخليه على 3 امبير ونخلي زمن التاخير، يعني بيشتغل 3 ثواني، بعد 3 ثواني راح يفصل الكونتاكتور بهذا الشكل وراح يعمل لي التريب. مثل ما شفنا عم يومضوا هون الفاز الثاني والثالث، يعني عندي خطأ بالفازين الثاني والثالث. هلأ إذا بدي أرجع شغل بعمل ريسيت، ترجع بتشتغل المضخة. طبعا هون هذا الريسيت مثل ما شايفين هون بس بالوضع المانيوال أو اليدوي. هلأ إذا ضلينا كابسين عليها 10 ثواني مثل ما شفنا هلأ البيت بهذا الشكل. هلأ هون بيشتغل 3 مرات بيعمل ريسيت لوحده هذا الشكل، عطاني تريب بيعمل ريسيت بشكل تلقائي 3 مرات. وهلا خلاص ما بقى يرجع يشتغل حتى اكبس ريسيت بشكل يدوي بهذا الشكل. في نكبس كمان 10 ثواني ثانيات مثل ما شفنا انتقل للخيار اللي بعده. هون بيضل يعمل ريسيت بشكل لا نهائي. ما شفنا هيك عمل ريسيت. طبعا نحنا منخليها للخيار الاول مشان نعمل الصيانة نشوف شو المشكلة، وبعدين منشغل المضخة او الجهاز الموصلين ولا لوحة التحكم. مثل ما شفنا هيك هلا منجرب مرة. هلا هيك عمل اوفرلود، ما بيعود يشتغل حتى نكبس ريسيت بهذا الشكل. هي بالنسبة للأوفرلود الإلكتروني.